بين كتبه ومراجعه يقضي الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يومه في البحث والتنقيب في العديد من الموضوعات وثيقة الصلة بالمجتمع المصري وشخصياته ورموزه الشهيرة التي يسعى أعضاء في مجلس النواب إلى تحصينهم من الإهانة من خلال تشريع جديد. حيزداد تراجعنا في الحرية الأكاديمية في العالم، حنظل في مراتب سيئة جدا. احنا بنقله الحكام وبنقله شخصيات في كل الدنيا معرضة للنقد، ولازم انت تنتقد علشان تقدر تبني نفسك وتعرف الأخطاء وتتقدم إلى أمام. انت دلوقتي بتعمل ستار حديدي على الأخطاء التاريخية وتتعايش معها، فتموت بنفس المرض انك رافض انك تعترف ان كان عندك مرض. الحبس لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وغرامات مالية بمئات الألوف من الجنيهات، عقوبات تنتظر كل من يهين الرموز والشخصيات التاريخية بحسب مشروع القانون الذي يناقش في مجلس النواب. أنني أرى أن هذا القانون جاء بشكل إيجابي وشكل محترم ليحد من الأشخاص الذين يقومون عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية إلى التشويش على الشباب وعلى الوطن وعلى المواطنين في الإساءة لهذه الرموز التاريخية. القانون لم يقصد إن هو النهاردة إننا وقف الأبحاث العلمية إطلاقا، بالعكس ده هو عمل خصيصا فقرة من فقرات القانون أنا بعفي أي بحث علمي من العقاب في حالة إن هو تطرق للانتقاد، حتى ولو كان هذا الانتقاد شكل سلبي ولكن بشكل محترم. في أجواء يصفها مراقبون بالتضييق على المعارضين، يستعد مجلس النواب لإصدار قانون إهانة الرموز والشخصيات التاريخية الذي يرى فيه البعض مزيدا من فرض قيود على الحريات، فيما يقول آخرون أنه يستهدف حماية المجتمع من الآراء الهدامة. سنين نجار لليوم على الحرة، القاهرة.